إن كنت تبحث عن الطيور النادرة في السودان فلن تجد أفضل من سوق العصافير في مدينة أم درمان التي تعد نقطة جذب ووجهة للمهتمين بكل ما يخص تربية الطيور وخاصة العصافير النادرة. يفد السودانيون من أنحاء البلاد إلى سوق العصافير التاريخية للاستمتاع بمشاهدة أنواع طيور استوردت من أماكن مختلفة من العالم خاصة أستراليا، حيث تباع في السوق أنواع مختلفة من العصافير البلدية والأجنبية، أشهرها على الإطلاق الكناري الذي يوجد منه أنواع كثيرة. عندنا فصيلة البغبغاوات ونوع من البغبغاوات اللي هي الباركديلو، الكوكتيل، الأسترالي، الطير الصغير الإنجليزي عامة، تفاصيله كثيرة اللي هي البلدي، الباندي، الهراكل، السلموني، الفلو، الهجروم، تفاصيله كثيرة. أسست سوق العصافير في مدينة أم درمان منذ نحو 4 عقود ونصف، ولا تزال تحتل مكانا صغيرا بمحالها الضيقة نسبيا ومساحتها التي لا تتجاوز 600 متر مربع. وتشكل سوق أم درمان معلما بارزا في التراث المحلي لاحتوائها على سلع استهلاكية ومنتجات يدوية ومصنوعات خشبية وزخارف وعصافير متنوعة، ما جعلها وجهة للمواطنين والسياح الأجانب.